فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سأذهب إلى رؤية شرعية للمخطوبة، سؤاله: هل علي أن أبين لها أنني كنت قد تزوجت من قبل؟ وش الداعي تبين لها أنك متزوج من قبل؟ يعني عندك زوجة قصده؟ إن عندك زوجة وهي ما تعلم أنك عندك زوجة بين لها، أما أنك متزوج من قبل وميتها ومطلقها أو بلازمة. نعم.